السلام عليكم أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم بإذن الله بدي أحضر لكم وصفة الكوكيز بالتمر والجوز. تابعونا وشوفوا المقادير. أول شي بدي أدور الفرن على درجة حرارة 180. عندي هون 7 حبات من التمر، فقيتهم وشلت منهم النواة. هلأ بدي أضيف عليهم مي مغلية وحطهم على جنب. وعندي هون بالكوب بدي أضيف معلقة صغيرة من النسكافيه، حتى أضيفها على البيض لما تبرد. بحرك النسكافيه حتى يدوب، وبالشوكة مثل ما انا شايفين بفعص التمر حتى أحصل على طراوة. وعندي هون بدي حط المضرب الفرم، بدي سقط الجوز وأفرمهم. بدي اياهم هيك على هالشكل. وهلأ بنفس الخلاط بدي حط مضرب الخفق وضيف الزبدة مذابة أنا حطيتها 20 ثانية بالميكروويف. عندي هون بيض عدد 2، راح ضيف النسكافيه وأخفقهم بالشوكة. وضيفهم على الزبدة. هلأ بشغل المكنة. بدي ضيف معلقة صغيرة من الفانيليا وأخلطها معهم. وهلأ بدي ضيف التمر. وبدي أخفق الخليط لمدة دقيقة. هلأ بدي أضيف المواد الجافة. عندي هون كوب من دقيق جوز الهند، بدي أحط معلقتين صغار من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من البيكرب سودا، وثلاث معالق صغار معرمين من الكاكاو. بدي أخفق هالمكونات مع بعض لمدة دقيقة. عندي 25 ملي من الحليب السائل، بدي أضيفه عليهم وأخفق شوي. هيك صارت العجينة عنا جاهزة. بدي شيل مضرب الخفق بدي ضيف الجوز المجروش وأخفق بإيدي حتى يتجانس الجوز مع العجينة. عندي هون نص كوب من حبيبات الشوكولا، راح ضيفهم
وراح احركهم حتى يمتزجوا مع بعض. هلأ بدي كور العجين لدوائر هيك على هالشكل، وحاول خليها تكون متساوية الحجم. وهلأ بعمل لهم ضغطة خفيفة لحتى أحصل على شكل دائري. وهلأ بحطهم بالفرن. وهيدا شكلهم من بعد ما طلعتهم من الفرن، ما شاء الله ريحتهم غير شكل. ما فيني خبركن الريحة قديش قوية، والطعم روعة. هيدا هو شكله بس طلعت من الفرن، شوفوا الشوكولا كيف دايبة والطعم غير شكل. وهيك منكون وصلنا لنهاية وصفتنا، إن شاء الله تعجبكن. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وصحتين.